درعى مادي الثورة. في كل يوم يأتي إلى هذا المكان ما يقارب 1000 إلى 2000 لاجئ من أغلب مدن وقرى سوريا وقرى حوران نتيجة القصف المروحي والصاروخي المستمر في كل يوم. ليس فقط هم سكان مدن قرى حوران، بل يأتي من أغلب المدن السورية من حمص ومن حلب وكذلك جميع المدن السورية نتيجة القصف المروحي والصاروخي. نناشد الضمير العربي والإسلامي التدخل فورا. انظروا يا أولئك اللاجئين، أكثر من النساء وأكثر من الأطفال نتيجة هذا القصف التي تدك المدن السورية في كل يوم. والآن معنا أحد قادة سرايا كتيبة شهداء اليرموك في القطاع الجنوب الغربي. أبو علي تفضل معنا. أخي الكريم، أخي، ما هو سبب وجودكم أنتم في هذه المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بما أننا نحن الجهة الوحيدة المخولة للدفاع عن المواطنين العزل، أتينا إلى هنا لتأمين الطريق والملاذ الآمن إلى الأهالي الذين فروا من أثار القصف الهمجي. أخي الكريم، ما هي الأعداد التي تأتي كل يوم إلى هذا المكان؟ طبعاً يأتي كل يوم ما يقارب من 2000 إلى 3000 لاجئ، أغلبهم من الأطفال والنساء. ما هو السبب؟ السبب هو نتيجة قصف قوات الأسد على المواطنين وعلى المدنيين العزل. ما هي رسالتك إلى العالم العربي؟ رسالتنا إلى كل مسلم وإلى كل عربي الدعم الفوري للجيش الحر، لأنه هو الجهة الوحيدة المخولة للدفاع عن المسلمين وعن أعراضنا. كان معكم الناشط الميداني والإعلامي أبو ياسر حوراني، ترعى، قطاع الجنوب الغربي.